أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من برنامجكم بيزا تايم الذي يأتي بحلة جديدة هذا الموسم. في العدد اليوم سنتطرق من خلاله إلى مباراتي ذهاب وإياب الدورة التمهيدية الثاني لرابطة أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى الموسم الكروي الجديد ورزنامة الرابطة المحترفة التي سنخصص لها حيزا في الجزء الثاني من البرنامج. قبل خوض غمار النقاش أبدأ بالترحيب بضيوف الحاضرين معي في هذا البلاطو. أبدأ على يميني بكمال بوزارة الإعلامي، أهلا بك في هذا البرنامج. مساء الخير نازم لك ولجماهير شباب الوزداد الأوفياء. كما نتشرف بحضور صخرة دفاع وصمام أمان شباب الوزداد، نتكلم هنا عن سفيان بوشار، أهلا بك ومرحبا في بيزا تايم. السلام عليكم نازم، شكرك حبيبي على الاستضافة هذه. إذن مشاهدينا مباشرة ننتقل إلى هذا الفاصل الصغير ولن نعود. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من جديد. إذن كما تابعتم في بداية الحصة سنتكلم عن المباراة المقبلة لشباب الوزداد في رابطة أبطال إفريقيا، ونتكلم عن منافس الشباب في هذه المنافسة ألا وهو أسيك ميموزا الإيفواري. إذن السبت المقبل هو موعد هذه المباراة التي سيكون فيها الذهاب بساحل العاج على ملعب روبر شامبرو على في مدينة أبيجون بكوت ديفوار. كمال بوزار، مهمة صعبة ستكون أمام شباب الوزداد للتأهل أو ضمان نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب. بالفعل نازيم، بالنسبة لمباراة ميموزا ستكون تحدي بدرجة الأولى للمدرب كارلوس باكيتا، لأنه هو الوافد الجديد إلى تشكيلة شباب الوزداد، مطالب بتجهيز لاعبيه للمقابلة وعدم تسجيل تعثر، لأنه أسيك ميموزا يختلف كلية على المنافس السابق أكوا يونايتد. هو يملك عراقة، يملك تقاليد في هذه المنافسة الإفريقية. قلت التعثر والخطأ ممنوع، بحيث نادي أسيك ميموزا يملك ثقافة كروية في هذه المنافسة، وحتى اللاعبين في حد ذاتهم يعرفون هذه النقطة بالذات، لأنه كارلوس باكيتا يعني مطالب بتجهيز اللاعبين، ويعني حتى الوقت اللي توافد فيه باكيتا إلى تشكيلة شباب الوزداد مع بداية الموسم ربما رسم في ذهنه التشكيلة الأساسية التي سيزج بها في مواجهة أسيك ميموزا وسيعتمد عليها مستقبلا في قادم الاستحقاقات. نعم كمال، الآن سفيان بوشار، موعد مهم لشباب الوزداد في رابطة الأبطال. شاهدنا وتابعنا معكم مباراة الدورة التمهيدية الأول أمام أكوا يونايتد، صعوبات جد يعني كبيرة ضد هذا المنافس الذي يعتبر بطل نيجيريا هو كذلك. كل المباريات في دوري الأبطال هي صعبة للغاية، كيف تحضرون لهذا الموعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نظن هتكون مباراة صعبة ضد فريق أسيك ميموزا، وين سبق لي أنا شاركت في 2018 ضد الفريق، وين خسرنا 1-0 مباراة الذهب، وين في مباراة العودة ما قدرناش، وين خلقنا عدة فرص ما حلفناش الحظ باش نتكاليفاو هنا، وين درنا ماتش نيل. مي هاد الخطرة راح تكون مغايرة تماما المأمورية، باسكو الفريق نظن تعود على هاد المنافسة، نظن ان شاء الله حنكونوا جاهزين باسكو المباراة تاع تلعب تماما، ما نستناوش الروتور باسكو اللي يحب يتأهل ولا يحب يحسم التأهل حتكون نفس الشوط الأول حيكون في كوت ديفوار، والنصف الشوط الثاني حيكون بالجزائر. ربما يعني افضليه للشباب انه يستقبل في مباراه العوده في ملعب عمر حمادي بولوغي. شوف والله الحاجه المليحه انا رايي الشخصي انا نحب توجور نطيحوا لاليكستيريور والروتور في الجزائر، باسكو حيكون باش توقع كل السيناريوهات في كاف المنافسه هذه، منافسه معقده، وين ان شاء الله احنا حنكونوا ان شاء الله بيان بريباري باش نحققوا نتيجه ايجابيه نعودوا بها الارض الوطن الجزائر. كمل بوزار، في نفس النقطه ربما ناخذ مباراه الدوره التمهيديه الاول امام اكوا يونايتد كنموذج لظروف المقابله ونقيسها على ما ينتظر الشباب في كوت ديفوار. نتحدث عن مباراه كانت فيها نفس المعطيات، الذهاب خارج الوطن ومباراة العودة هنا في الجزائر، لكن ربما رحلة الشباب في الدورة التمهيدية الأول كانت يعني ظروف خاصة القصة التي كانت في مطار نيجيريا وكل تلك الظروف. ربما الأمر مغاير في هذه المباراة بحكم أنه توجد رحلة مباشرة لشباب الوزداد إلى أبيجون لمواجهة النادي الإيفواري.
بالنسبة للدور التمهيدي نزيم، هو دور تمهيدي يكون معقد نوعا ما، وشاهدنا يعني في المباراة الفارطة أمام أكوا يونايتد فريق شباب الوزداد وجد صعوبة كبيرة للعودة في النتيجة، يعني أحيانا تملك فرص لكن لا يعني ما ترجمهاش إلى أهداف، وهذه الأمور يعني دوري أبطال إفريقيا يلعب على تفاصيل وجزئيات صغيرة، وشاهدنا ذلك في المباراة السابقة مثل ما تفضلت. بالنسبة للمدرب باكوس باكيتا، يعني المدرب مطالب بتجهيز اللاعبين الآن، لديه الوقت، لديه التوليفة المناسبة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. قلت التعثر ممنوع هذه المرة، ليست كما مثل المرات الفارطة، لأنه أسك ميموزا فريق يعني فورماتور، يعني فريق مكون للاعبين وأنجب العديد من اللاعبين البارزين على غرار كايتا، على غرار لاعبين بارزين في القارة السمراء. أسك ميموزا يعني صعب المراس على أرضه وبين جماهيره، يملك تشكيلة محترمة، يملك لاعبين دوليين مع منتخب كوت ديفوار، لاعبين الحارس هو دولي، وكذلك كوناتي كريم، سيسي عبد الكريم هو حارس دولي. احصائيات أسك ميموزا محترمه في الدوري المحلي، خاض لحد الان 6 مباريات، لم ينهزم ولا مباراه، فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات. كل هذه ربما الاحصائيات يعني تنبئ لنا بانه فريق أسك ميموزا صعب المراس خاصه على ارضه وبين جماهيره. سفيان بوشار، نعرفوا باللي العامل النفسي وهو مهم جدا في مثل هذه المباريات الكبيره بين بطل الجزائر وكذلك بطل كوت ديفوار. من الجانب النفسي، ربما انت ياك في المجموعه كنت في تربص مستغانم، كيف هي الاجواء بين اللاعبين؟ الاجواء كما كامل يعرفوها، احنا سيرتو احنا علي نوفو اللي جاو جدد باش يدخلوا في الجروب، احنا بوكو بليس بس التشكيله هي ما غادروش بزاف، وين الاداره قامت بعد التدعيمات، وين احنا كلي كادر في ليكيب ولا لي زونسيا في ليكيب نضل باش نسهلوا الماموريه لهاد اللاعبين باش ندمجوا بسرعه، ونظن الحمد لله ندمجوا اللاعبين بسرعه، ما حسوش روحهم باللي راهم جد في ليكيب، ان شاء الله حيعطيونا الاضافه ان شاء الله كي يزيدوا يلعبوا، سيرتو لافون سونتر اللي جابوه ليبي ان شاء الله حيكون متواجد في الدور ومورا هذا ان شاء الله، لا دخلنا ان شاء الله تكاليفينا دور المجموعات حيكون متواجد معنا ان شاء الله ويعطي البليس للفريق، واللي جابوهم جد كامل ثاني ان شاء الله حيكون انا رايي الشخصي نظن حيمدوا اضافه للفريق بحول الله. اذا فقط نذكر فقط مشاهدينا الكرام انه رحله شباب الوزاره تكون يوم الاربعاء المقبل على الساعه 10 في رحله خاصه، نتابع هذا التقرير حول المباراه ولنعود. بعد تدعيم العارضات الفنية بخدمات المدرب ماركوس باكيتا، يواصل شباب الوزداد تحضيراته تحسبا للدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا. الفريق أنهى تربصه الإعدادي بمستغانم وهو على أتم الاستعداد لملاقاة نادي أسيك ميموزا ليفواري في مواجهة مزدوجة ستحسم هوية المتأهل بين الفريقين إلى دور المجموعات، وتمنح الأفضلية للشباب الذي سيلعب شوطها الأول على ملعب روبرت شامبرو بمدينة أبيجون ذهبا، ليكون صاحب الضيافة في لقاء العودة على ملعب عمر حماد بولوغين الذي حقق فيه التأهل بشق الأنفس أمام أكوا يونايتد النيجيرية. منافس الشباب في رابطة الأبطال يمتلك سجلا قويا على الصعيد القاري، خاصة وأنه توج بنسخة عام 98 عندما أطاح بنادي هيراري ديناموس الزيمبابوي، بالإضافة إلى كأس السوبر الإفريقي عام 99 على حساب الترجي التونسي، كما أن تاريخ المواجهات المباشرة بين الناديين يرجح كفة الانتصارات لصالح النادي الليفواري، والتي كان آخرها عام 2018 في كأس الاتحاد الإفريقي. أما بطل الجزائر وفي ثاني مشاركة له على التوالي في المنافسة الإفريقية، فيطمح إلى تجاوز عقبة الأدوار التمهيدية ويضع التأهل إلى دور المجموعات من أولوياته هذا الموسم، خاصة بعد الإقصاء المر في ربع نهائي الطبعة السابقة أمام الترجي التونسي. اختبار حقيقي لأشبال المدرب باكيتا في سفريات كوت ديفوار سيثبت خلالها الفريق حقيته ببلوغ دور المجموعات، وتبقى مباراة العودة هي الفاصل في تحديد هوية المتأهل. إذن كان هذا تقرير خاص بمباراة شباب الوزداد أو
النادي الإيفواري أسيك ميموزا أمام شباب بلوزداد في ذهاب الدورة التمهيدية الثاني. كمال بوزار منافس الشباب فاز في الدور الماضي أمام تونغيت السنغالي بنتيجة 1-0 في الذهاب و1-0 في الإياب. نعم، هذا ينبئ كذلك بأنه فريق محترم وفريق لا بأس به، فاز ذهابا وإيابا، وكذلك يملك خط هجوم يعني معدل عمره لا يتعدى تقريبا 21 سنة، يعني دير حسابك صوفيان في هذه النقطة، يعني مهاجمين شباب، يعني كوناتي في عمره 17 سنة، أوري في عمره 21 سنة، كذلك كوني، يعني المهاجم المتقدم في السن سانوغو الذي يبلغ من العمر 29 سنة فقط، يعني هذا اللي قلت عليه من قبل أنه فريق يكون اللاعبين ويملك أكاديمية محترمة. أقصى نادي تونغيت سنغالي في الدور الفارط. الشيء الجميل في شباب الوزداد هذا الموسم مقارنة مع روزناما ربما سنتحدث عليها لاحقا، نعم، أنه ليس هناك ربما تنقلات كثيرة بالنسبة لشباب الوزداد، يعني عامل إرهاق، ولو أنه شباب الوزداد يعني لم يتوقف منذ الموسم الفارط، يعني تقريبا الموسم الفارط يعني لم يأخذ اللاعبون قسطا من الراحة، دخلوا مباشرة في الدور التمهيدي، وهذا ما لاحظناه، يعني عامل إرهاق كان مطروح بقوة في المباراة الفارطة والتنقل إلى نيجيريا، ويعني كان هناك ربما سفرية شقة نحو القارة السمراء. نعم، إذن سفيان بوشار نعود إلى تربص مستغانم. 10 أيام قضيتموها كمجموعة في مستغانم، ربما من الجانب البدني تحدثنا عن الجانب النفسي، بدنيا كيفاش يحس سفيان بوشار نفسه، وربما انطباعك عن المستوى البدني للمجموعة ككل. شوف، احنا دخلنا تربص 10 أيام وين انترينينا فيه بكوتيديان صباح وعشية، نظن ان شاء الله هذا الماتش وين ان شاء الله نلحقوا كما نقولوا لا فورم ان شاء الله مع اسيك ميموزان، ان شاء الله حنكونوا جاهزين 100% ان شاء الله من الناحيه البدنيه ان شاء الله. في هذا الصدد اسمح لي فقط كمال، نستمع الى هذا التصريح للمعد البدني ايمن نودري ونعود الى البلوت. لما نتكلم على جاهزيه اللاعبين من الناحيه البدنيه، هي سولون ان تيست فيزيك اللي درناه لو ديمونش اللي هو ان تيست دو فيرما انترميتون، لقينا باللي معظم اللاعبين عندهم مستوى من الناحيه البدنيه الحمد لله، وهذا راجع يعني كو تو لي جوار اللي عندنا سي دي جوار كومبيتيتيف. الهدف الاول تاع لو ستاج هذايا هو انه نريكوبيريو كامل المجموعه باللي بليس اللي عندنا باللي رام في لو جروب. حاجه ثانيه اللي جاونا جدد لي نوفو جوار، ثاني لقيناهم من الناحيه البدنيه عندهم مستوى لا باس به. إذن كمال بوزار، مباشرة استمعنا إلى المحضر البدني أيمن نودري، للعلم أنه التصريح هذا كان في بداية التربص، تكلم عن جاهزية اللاعبين، عن عودة المصابين أيضا، وعن جاهزية خاصة الوفدين الجدد. ربما العامل البدني الذي هو مهم ومهم جدا في أدغال إفريقيا، هل ترى بأن الشباب بعد كثافة البرمجة في اللقاءات الموسم الماضي ورابطة الأبطال يكون جاهز بدنيا 100% في هذه المواجهة؟ بالفعل سفيان وزملائه يعني واعون يدركون تمام الإدراك بأن المأمورية لن تكون سهلة، ويعني فريق شباب الوزداد يعني كبرت شخصيته مع مرور الوقت، يعني مباراة الترجي التونسي الموسم الفارط صاروا يأخذونها بعين الاعتبار يعني في بالحسبان. شباب الوزداد الشيء الجميل فيه أنه شخصيته كبرت، وصار اللاعبون يعني يتعاملون مع مدربين أجانب، مدربين أكفاء يتكلمون الإنجليزية الفرنسي الإسباني، هذا شيء جميل يعني حتى يعني هذه هي الخبرة، يعني مع مرور الوقت لعبوا شباب الوزداد كبرت شخصيتهم مع مرور الوقت. الآن الدور التمهيدي كذلك يجب أن أخذه بعين الاعتبار، يعني لا يجب أن أخذه بعين الاعتبار أنه في الموسم الفارط الفريق بلغ الدور الربع النهائي، هذه المرة الدور التمهيدي يعني سهل المنال، سندخل مباشرة في دور المجموعات إطلاقا، يعني مباراة أساك ميموزا مباراة صعبة. دور التمهيدي لهذا الموسم لا يشبه العام الفارط بحكم أنه أمام غور ما هي في ذات الدور فزنا ب6 أهداف مقابل لا شيء هنا في ملعب 5 جويليا. ربما المنافس اللي يعرفه سفيان بوشار كثيرا لعب في 2018 في كأس الاتحاد الإفريقي،
منافس مثل أسيك ميموزا حسب الخبرة تاعك سفيان بوشار، ما هي نقاط قوته هي ونقاط ضعفه؟ حتكون مباراة صعبة على الجانبين، هما تاني حتكون على بالهم باللي ماشي منافس سهل اللي جايهم، بسك منافس تاني العام اللي فات كان مشارك في ربع نهائي، سي نورمال هما تاني يحضروا بكل جدية باش يسيو ويحسموا الأمور في كوتيفوار. احنا على بالنا بهذا الشيء، مي احنا تاني رانا بيان بريباري ان شاء الله باش نحققوا نتيجة إيجابية. نظن لك الكيب ادفيرسير احنا ديجا ملي بدينا احنا مع المدرب الجديد رانا نشوفوا في لي زاناليز فيديو نتبعوا فيهم نشوفوا شكون البوان فور تاعهم شكون البوان فابل تاعهم، باسكو عندهم انا شفنا عندهم إلي غوش اللي هضر عليه يلعب جهه نسخ رابيد، عندهم لافونسون تاني رابيد، عندهم ان بون ميلي تيران، ميم لا ديفونس ما نقولوش فور فور، عندهم بصح عندهم بعد عندهم بعض الاخطاء عندهم بعض النقائص اللي احنا ان شاء الله حنستغلوهم وان ان شاء الله بوركوا با نفوز بمباراه تما ولا نعودوا بنتيجه ايجابيه للجزائر ان شاء الله. كمال ربما هي من بين المفاتيح التي ستؤهلك الى دور المجموعات هي الضغط على الخصم منذ البدايه والاستثمار في نقاط ضعفه. بالنسبه للمدرب الجديد ماركوس باكيتا، أول اختبار لهذا المدرب مع شباب الوزداد، مأمورية صعبة، لا يعرف المجموعة جيداً، لكن خبرته على مستوى المنتخبات والفرق التي دربها تعطيه كذلك معطيات عن هذه المواجهة. بالفعل ماركوس باكيتا مدرب محترم، يعني سيرته الذاتية توحي لنا بأنه مدرب يعني يملك ثقافة خاصة حتى في إفريقيا، يعني درب أندية في مصر، درب في ليبيا، هذا يعني بأنه مدرب متشبع يعني بالثقافة الكروية الإفريقية، يدرك تمام الإدراك بأن المهمة لن تكون سهلة أمامه. بالنسبة لنعود فقط لإحصائيات أسيك ميموزا، يعني يملك آلة هجومية محترمة، سجل 7 أهداف وتلقى 3 أهداف فقط يعني لحد الآن منذ انطلاق الدوري، وأقصى نادي تونغيت الذي شارك في الموسم الفارط وكان في دور المجموعات امام مع مولودية الجزائر ان لم تخني الذاكره، يعني معدل اعماره يعني لاعبون الشباب كذلك. نعود فقط الى المدرب باكيتا، يعني قلت مدرب محترم وبامكانه ان يصنع الفارق في شباب الوزداد الموسم الفارط، يعني حتى المدرب السابق وجد تشكيله مناسبه وحقق معها لقب البطوله في ظرف 6 أشهر، يعني كل الظروف مواتيه للعمل هنا في شباب الوزداد، هناك لاعبون يعني شباب يملكون مؤهلات كبيرة، هناك حتى إدارة شباب الوزداد مشكورة لأنها تقوم بترقية اللاعبين الأمال إلى صفوف الفريق الأول، وهذا شيء يحسب على إدارة شباب الوزداد. سنعود إلى ترقية اللاعبين الشباب. سفيان بوشار دائما مع المدرب ماركوس باكيتا، مدرب جديد وجد مجموعة متحصلة على الدوري الجزائري لموسمين على التوالي، مقبلة على رابطة أبطال إفريقيا، ربما اللغة دائما ما تطرح نفسها عندما يكون مدرب أجنبي، كيف تعاملتم مع باكيتا في أول حصة تدريبية؟ هل التواصل مع هذا المدرب سهل أم هناك عواقب؟ شوف التواصل حيكون بيان سير كيما سواء كيما كان زوران كان المدرب سباعي كان هو اللي ترجم لنا واش يقول، هكاك نفس الشيء باكيتا كان عنده راديو نتاعو هو اللي راه يترجم لنا واش يقول، نظن نفهمو بدينا نتعودوا عليه ولا سما نفهمو ابيبري سيرتو في الحوايج تاع البالون سواء ليكزيرسيس تاكتيك ولا بلوك ولا واش يدير، كاين تما سما نفهمو ابيبري بالشرات ولا بكاش، وكاين ثاني كيما نفهموش حاجه كاين لاجوان اللي جوري ترجم لنا واش يقول، نظن راه معاه ان شاء الله احنا نتمنوا له النجاح، احنا مام كجور لي كادر تاع ليكيب كامل جور حيسهلوا له الماموريه لهذا المدرب ان شاء الله، يلقى كل جوانب العمل ان شاء الله باش يزيد نحسنوا المردود تاعنا، نزيدوا نطوروا النيفو تاعنا من ناحيه تكتيكيه ان شاء الله، بوركوا با نروحوا معاه بعيد ان شاء الله. وصل معك دائما سفيان، تربص مستغانم انتهى بمباراه وديه بين شباب الوزداد ومولوديه وهران على ملعب بومزراك بالشلف، ربما نتيجه 0-0 تعادل سلبي، كيف تقيم اداء خاصه نركز على الاداء لانه نتيجه المباراه 3-0 في مباراه وديه، كيف كان مردود الشباب في تلك المباراه؟ كما كان احنا ما كناش نحوسوا باش نربحوا هذا الماتش، حنا بوكو بليس كنا واش خدمنا نحوسوا نطبقوا على ارضيه الميدان، وكما كانش كما كان لعبنا تقريبا 60 دقيقة او 65 دقيقة وين خرجنا، نظن حضرنا اسم المباراة لاسيك ميموزا، حنا رانا مكونسنترين على هذا الدور بيسك هذا الدور حيكون حاسم، بيسك حتكون مباراة جو نهائية اللي
كما نقول لي مي تكاليفاش تما فهمني يكمل على بكري سيرتو حنا على بالي بلي حيكون ضغط كبير على اللاعبين باسكو على بالي انا واحد من الناس جور ما عارفين انا ولا شمسو ولا كاتر ديكيب تما نقولوا لهم بلي فوالا تما حيكون ضغط كبير باسكو العام اللي فات تروح كارت فينال السنه تخرج من الدور التمهيدي حتجي صعيبه والانصار ما حيش يقبلوها هذا الشيء باسكو انا هذا لك تما الواقع على لا فيريتي تما ما نكذبوش على روحنا تما كما حاش تكاليف وكتور هذا صعب علينا الماموريه اكثر واكثر سما يفون نكونسونطريو بيان نخمو مليح على هذا الماتش باسكو هذا هو الماتش اللي يخليك تكمل تخدم ترونكيل بلا مشاكل تدخل دوري مجموعات وان شاء الله وجا بدور المجموعه ان شاء الله بوركو بان تكاليفا وكارت فينال شوفوا على حسب لي جروب اللي نطيحوا فيه ومازال كاينه خدمه كبيره ان شاء الله كما ومام كيقال هدر كمال على الله اللي نضطك تاع كوت ديفوار هما ثاني حيلعبوا ضد اقوى خط دفاع في البطوله الوطنيه باسكو نحكي لك على ماشي غير باغ اكزومبل انا ولا نحكي لك من لاريير دروار لاريير غوش ولا اللي في اللاكس ولا اللي كاين في لون بلاصون ظن اقوى خط دفاع اقوى خط هجوم ظن راح تكون هذه المباراه ظن راح تلعب على جزئيات صغيره اللي يكون بيها كونسونتري راح بحول الله وان شاء الله فوز الشباب في مباراه الذهاب وكذلك الاياب نمر الان الى تصريح المدرب ماركوس باكيتا بعد مباراه الوديه امام مولوديه وهران في الأيام الثلاثة الأخيرة عملنا بجهد كبير واللاعبون الآن منهكون لهذا أشركت بعضهم لمدة 65 دقيقة فقط والبعض الآخر لعب مدة 45 دقيقة وكنت متخوفا من الإصابات قبل أسبوعين عن المقابلة المهمة لاعبون كذلك أجروا تربصا في المستوى لأنهم تدربوا بشكل جيد والآن نستطيع تقييم مستواهم بعد كل تدريب وبعد هذا اللقاء كنت أتمنى لو حظوا بيوم من الراحة والاسترجاع لكان مردودهم أفضل اليوم أنا سعيد جدا بما قدموا اليوم طبقوا كافة التعليمات التي قمنا بها في التدريبات هذه المباراة ليست كافية يمكنني برمجة مباراة تطبيقية مع فريق أقل من 21 سنة وهذا أمر جيد لأتمكن كذلك من رؤية لاعبي الفريق الشبان وكذلك من أجل تخفيف كثافة التدريبات من الناحية البدنية بالنسبة للاعبين الذين سيتنقلون إلى الكوت ديفوار لكي يكون الكل مستعد لهذه المباراة إذن كمال كما استمعنا للمدرب ماركوس باكيتا تحدث عن خاصة عن التعليمات التي وجهها للاعبين في التدريبات وجدها بالفعل في الودية أمام مولودية وهران تعليقك على ما قاله ماركوس باكيتا والله بالنسبة لماركوس باكيتا قلت بأنه يملك كل الظروف والمقومة من أجل التحضير المباراة الأخيرة ليست معيار للحكم على مستوى الفريق هو يقوم بربما إعداد ورشة من أجل تجهيز الكتيبة والتشكيلة المواتية مستقبلا بالنسبة لي شخصيا يعني مباراة أسك ميموزا مباراة الموسم لأنها ستتصالح مع الأنصار أو ستدخل في نفق مظلم لأنها هي بوابة المرور إلى دور المجموعات وحتى أنصار شباب الوزداد في قرارة أنفسهم يعولون على دوري أبطال إفريقيا يعني بين قوسين شبعوا من ألقاب المحلية منذ سنة 2018 الحمد لله شباب الوزداد حقق 5 ألقاب حقق لقب الدوري مرتين ولقب السوبر مرة واحدة ولقب كأس الجزائر مرتين يعني شباب الوزداد أو أنصاره ينتظرون فريق شباب الوزداد يتألق في منافسة دوري أبطال الإفريقية يعني آن الأوان يعني تشكيلة مواتية ولو أنه فيه هناك بعض النقائص لكن تشكيلة مواتية والمدرب يعني بين قوسين مدرب نقوله مدرب محترم يملك سيرة ذاتية محترمة إذن آن الأوان من أجل تحقيق المطلوب في منافسة دوري أبطال إفريقيا كمال تحدث عن أنصار شباب الوزداد دعنا نستمع إلى ما قاله أنصار شباب الوزداد بخصوص مواجهة نادي أسيك ميموزا الإيفواري فيه. احنا ماذا بينا ان شاء الله نروحوا لميموزا بربي ان شاء الله نجيبوا ريزلتا اللي فروتوا ان شاء الله تساعدنا اللي نقدروا نتاهلوا بها وندخلوا بها المجموعات وحنا نوالفنا دوك المجموعات خلاص شغل دوك ماذا بينا نديباسيو المجموعات ندخلوا الكاري تاع دومي كار نديباسيو ان شاء الله يا ربي بوركوا با علاش لا نلعبوا فينال شوف خويا المعطيات تبدلت ميموزا تاع بكري ماشي ميموزا تاع دوك لافريك اللي كنا نلعبوا فيها بكري ماشي لافريك تاع دوك جات الجائحه تاع كورونا بدلت بزاف اومو كي تشوف لي غران كلوب ماشي غير زعما لافريك كي تشوف فيه لوروب تشوف البرصه تشوف الريال النيفو تاعها هبط
حنا ما عندنا حتى عائق وما عندنا حتى منقص ضعف زعما هكذا باش نخافوا، نقص ضعف هكذا زعما باش نخافوا. حنا رانا داخلين كونتر ميموزا ان شاء الله بور الكاليفيكاسيون ان شاء الله، بوركوا با نديروا ريزلت عندهم ونجيبوهم هنا وندخلوا ليبول ان شاء الله النجمه. خاطر راحت لنا العام اللي فات راحت لنا شغل حاجه، قعدنا بلا اونترينور شهرين وطارجي كيما يقول لك ماشي كانوا خير منا، حنا ما عرفناش خاطش علاه كنا ما كاش ليكسبيريونس، ما عندناش لي جوال اللي عندهم ليكسبيريونس تاع دوكا مداو، كاين اللي مازال في الجروب الله يبارك عندهم ليكسبيريونس داوها تاع العام ان شاء الله نروحوا رحنا الكات ان شاء الله نعلقوا هذا العام. يا خو لك هما على بالنا باللي هما رجال وقد المسؤوليه يشوفوا فينا ويقيمونا، حنا حتانيك هما بلا بينا وحنا بلا بيهم ما كاين والو. بون المباراة الجاية مع سيك ميموزا تكون مباراة صعبة، يعني تختلف على المباراة اللي جاز اللي لعبناها مع اكوا يونايتد، مالغري كو جزنا بصح جزنا بصعوبة كبيرة، يعني الناس كاع شافت كيفاش جزنا ما عليناش. راح تتبدل في البلون تاكتيك ولا في البلون فيزيك ولا في بزاف عفايس صح تبدل، باسكو المنافس يختلف تماما. إذا أنصار الشباب متحمسون ومتعطشون لحمل الألقاب مع هذا النادي. سفيان بوشار استمعت لما قاله الأنصار، ربما ليس ضغطا سلبيا بل هو إيجابي للذهاب إلى كوت ديفوار والعودة بنتيجة إيجابية. بون أول شيء إحنا لاعبين على بالنا، شوف هذه حاجة عادية، ذاك الفريق كل عام كون ما نحكي لك سما لا فيريتي ما حاش نخبي عليك، كل عام لازم فريق شباب الوزاج ولازم تدي لي تيتر سينو فهمتني سينو تدخل في كيما نقولوا في دوامه تاع مشاكل فهمتني كيفاش، بس كاينه كل المؤهلات باش تحقق هذا الشيء بصح ماشي ساهل، بس كان هذا الاسوال والله ما ساهل، بس كان عام اللي فات اللاعبين جور ضحاو بزاف باش دينا شامبيونا وين عدنا من بعيد سيرتو وين كنا اوكيبي مع كاس افريقيا وبعد الصدمه اللي جات وين ربحنا هنا 2-0 مع ليسبيرونس وروحنا تما تليمينا باللي بينالتي، ظن داك الشيء ما كانش ساهل سواء علينا ولا على الانصار ثاني اللي كانوا بيان سير واحد من الناس ما تقدرش جور ما توقعهاش كون هنا 2-0 ومن بعد تروح تما تخسر باللي بينالتي، ظن حاجه صعيبه وما احنا جاتنا صعيبه باش جينا نخرجوا منها بالسيف، مي الحمد لله نشكر اللاعبين اللي كانوا صح جور اللي كانوا كما نقولوا كانوا دي زون سير تيران ولا خارج تيران كانوا رجال حتى لاخر دقيقه، مش شفت شامبيون لعبنا حتى افون ديرني جورني باش حققنا اللقب، نظن نعطيهم صحة وبارك الله فيهم سواء اللي قعدوا ولا اللي راحوا نظن ضحوا باش عندنا هذا التيتر والحمد لله ان شاء الله مازال القدام ان شاء الله حيكونوا القاب ان شاء الله مع فريق شباب بحول الله كما البوزار كما قال سفيان بوشار. طموحات الشباب الان كبرت واللاعبين كذلك لهم طموح في رابطة الأبطال والأنصار كذلك. نعم هذا يعكس بأنه لاعبون واعون تمام الإدراك يعني بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم. بالنسبة لمباراة دور أبطال إفريقيا نزيم هي مباريات تلعب يعني في ظل معطيات يعني كبيرة، يعني العامل الإرهاق الرطوبة الحرارة الارتفاع كل هذه المعطيات مطروحة بقوة في منافسة دوري أبطال إفريقيا، لكن اللاعبون نوعا ما تعودوا يعني على هذه السفريات الشاقة إلى أدغال إفريقيا إلى قلب قارة إفريقيا يا السمراء. نتمنى من صميم القلب أن يعود شباب الوزداد بنتيجة إيجابية ربما من أجل تخفيف الأضرار عليه في مباراة العودة، لأنه نادي أسيك ميموزا فاز ذهاب وإياب في المباراة الفرضة لم يتلقى ولا هدف سجل ولم يتلقى أهداف، هذه ربما إشارات على أنه الفريق محترم للغاية وهذا الأمر يدركه جيدا المدرب باكيتا. وهذا لا يمنع بأنه شباب الوزداد كما قال سفيان بوشار كذلك يملك خيرة اللاعبين في البطولة بحكم أنه 5 لاعبين شاركوا كأساسيين في مباراة المنتخب الوطني المحلي أمام منتخب البنين ولو أنه مباراة ودية، يعني كيف شاهدت وتابعت لاعبي شباب الوزداد خلال هذه المباراة؟ أدوا ما عليهم في المباراة وهذا دليل أنه شباب الوزداد مثل ما تفضلت أنه يقوم بترقية اللاعبين إلى صفوف الفريق الأول، يعني المدرب مجيد بوغرة يعني صار لاعبو شباب الوزداد يجلبون اهتمامات الناخب الوطني يعني سواء في الفريق الأول أو في فريق المنتخب المحلي، 5 لاعبين ليس بالأمر الهين أن يملك فريق وكلهم أساسيين، هذا يدل على قوة تشكيلة فريق شباب الوزداد وأنه التتويج بلقب البطولة الموسم الفارط لم يكن محض
لحظة صدفة، يعني فريق شباب الوداد يملك لاعبين في المستوى، يعني عندما نأخذ على سبيل المثال الحصر لاعب بالخير، يعني في أول مغامرة إفريقية فريق أو طاقم الفني لشباب الوداد يزوج به في أقوى المنافسات الكروية في إفريقيا، هذا يدل على الثقة المتبادلة ما بين إدارة النادي أو الطاقم الفني واللاعبين. سفيان بوشار، تواجد 5 لاعبين مع المنتخب المحلي، نتكلم عن غايا حارس مرمى، كداد، ميرازيق، دراوي، أيت عبد السلام، كلهم شاركوا في هذه المباراة، يعني الدعم حقيقي ليعود بالخير لشباب بلوزداد مستوى المنتخبات المحلية. أول حاجة ميريتيو هذه الدعوة باسكو لاعبين عندهم لي كاليتي باش يكونوا متواجدين في المنتخب المحلي. ان شاء الله نتمنى لهم النجاح، سيرتو حنايا اللي معاهم لنا في ليكيب، ان شاء الله نتمنى لهم النجاح مع الفريق الوطني المحلي، بوركوا بو ان شاء الله يزيدوا يطوروا رواحهم ويزيدوا يروحوا لابعد حد ان شاء الله معاهم بحول الله، وهذا ما نتمناه. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا واياكم الى نهايه الجزء الاول من بيزت تايم. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا إلى الجزء الثاني من برنامج بيزت تايم. سنتطرق في هذا الجزء إلى انطلاق الموسم الكروي الجديد بالنسبة للبطولة المحلية وإعلان الرابطة الوطنية عن رزنامة المباريات بالنسبة لهذا الموسم. إذن كمال بوزار، كيف تابعت قرعة أو رزنامة البطولة؟ شخصيا اعتبرها تصب في مصلحة شباب الوزداد، ولو ان المباريات ذات طابع محلي، يعني عندما تستهل الموسم بمواجهة مولودية الجزائر ومواجهة شباب قسنطينة يملك تعداد ثري كذلك، استخدامات كانت في المستوى بالنسبة لشباب قسنطينة ايضا، ثم نادي بارادو، ثم اولمبي المدية، من ثم تنقل الى وفاق سطيف. يعني الشيء الجميل انه شباب الوزداد يعني يتنقل منطلقا من الجولة الخامسة تقريبا، هذا ربما ينقص من عامل الإرهاق بالنسبة لتشكيلة شباب الوزداد، وحتى تشكيلة شباب الوزداد التي تلعب على جبهات مختلفة. يعني بالنسبة لي شخصيا، يعني القرعة، قرعة رزنامة بطولة الجزائر تصب في مصلحة الشباب. نعم كمال. سفيان بوشار، رزنامة هذا الموسم ربما ستكون البداية في الجولة الأولى بدربي عاصمي أمام مولودية الجزائر، المباراة ربما أو أكيد أنها ستؤجل بحكم أن شباب الوزداد سيلعب إياب الدورة التمهيدية الثانية لرابطة الأبطال. أول ظهور لكم في المسابقة هذا الموسم هي أمام شباب قسنطينة، كيف تابعت قرعة رزنامة هذا الموسم؟ نظن هذه رزنامة، هذه شامبيون، كل عام نلعبوا ضد هذه الفرق وما يلعبوا ضدنا، كل عام نلعبوا ما كاش حاجة جديدة. ترتيب المباريات فقط. نظن حاجة مليحة، يبدا طحنا ديريكت أندربي وين حتكون مباراة مثيرة بين مولودية الجزائر وشباب الوزداد. هذه حنحضر الشامبيون كما يعرفوا حتكون صعيبة ومعقدة، حتى تلعب، حتى أنا ديما نقولها حتلعب ديما حتى اللي دار لي جورني. إذا نواصل معك سفيان بوشار، ربما بعض الاختلافات هذا الموسم بالنسبة للبطولة المحترفة لكرة القدم، هذا الموسم سيكون حاضرا أو مشاركا 18 فريق، 17 جولة في مرحلة الذهاب و17 جولة في مرحلة الإياب، 34 مباراة بخلاف الموسم الماضي. نشوف، حنا نتمنى وإن شاء الله يعودوا الجماهير المدرجات، سما ماشي غير حتى انا، سما تاع الجزائر كامل ان شاء الله يوليو، بيسك اللعبه بالجمهور بلا جمهور نظن حاجه مختلفه، حاجه مختلفه وين يكون الجمهور، وين نظن حلاوه خاصه سيرتو في المدرجات الجزائريه، الناس كما يعرفوها واش كاين واش ما كاش، نظن امور خاصه ان شاء الله. نتمنوا لهم يرجعوا، ولا ما رجعوش ان شاء الله يوليو في اقرب وقت ممكن ان شاء الله يعودوا للمدرجات، سيرتو احنا الانصار تاعنا وين عندنا قداش عام ونص ما لعبناش بالجمهور، ورزنا ما كما قلت لك ان شاء الله نحضروا ديك، احنا رانا مركزين على الكاليفيكاسيون ضد سيك ميموزا، وكي توصل الوقت هذا ان شاء الله راح نكونسونطري، راح نمشي وحده وحده ان شاء الله كما قال لك، وحده حبه حبه حتى الاخر جورني ان شاء الله. ان شاء الله كمال بوزار، اذا دائما مع برمجه مباريات شباب الوزداد في البطولة، الفريق سوف يتنقل خارج العاصمة في 6 لقاءات، في الجولة الخامسة أمام وفاق سطيف، في الجولة السابعة أمام الأربعاء، ولو أنه أمام الأربعاء يعني بجوار العاصمة، الجولة التاسعة أمام اتحاد بسكرة، الجولة 11 أمام شلغوم العيد، أولمبي شلف في الجولة 13، ونجم مقرة
في الجولة 16. تشوف بلي شباب الوزداد في هذا البرنامج عنده أفضلية بأنه يعني يلعب مبارياته كلها في العاصمة. عنده أفضلية لأنه يعني على فترات متقطعة، يعني تنقلاته تكون على فترات متقطعة، وخاصة في مستهل المنافسة، يعني خمس جولات الفريق لا يتنقل، وخاصة أنه ربما الرابطة ستأخذ بعين الاعتبار أنه شباب الوزداد مشارك في دوري أبطال إفريقيا، راح يكون تأجيل للمباريات، يعني هذا يصب في مصلحة شباب الوزداد مثل ما تعودنا عليه الموسم الفارط. التركيز كلهم منصب في منافسة دوري أبطال إفريقيا، وسفيان يعرف هذه النقطة بالتحديد. بالنسبة للبطولة الوطنية كذلك من الصعب المحافظة على لقب البطولة للموسم الثالث تواليا، ربما تاريخيا ولا فريق يعني حافظ على لقب البطولة إن لم أخطأ. شباب الوزداد يعني فاز في ظروف صعبة، ربما تريد التعقيب على هذه النقطة سفيان؟ نعم، بالنسبة لشباب الوزداد فاز في لقب البطولة يعني في أحلك الظروف، يعني في زمن الكوفيد، في زمن البروتوكول الصحي، غياب الجماهير، فاز في موسم 2019، وكذلك في موسم 2020 أكد حقيته بالتتويج بلقب البطولة بعد الانتقادات التي طالت الرابطة لأن البطولة توقفت، لكن شباب الوزداد برهن مجددا أنه يستحق التتويج بلقب البطولة، وكان وفيا لتقاليده في البطولة بالفوز في كل موسمين على التوالي بلقب البطولة. سفيان بوشار، الموسم الثالث على التوالي، هل شباب الوزداد يمتلك كل الحظوظ للمحافظة على هذا اللقب الذي كما قال أو أشار إليه كمال بوزار سيكون صعب وصعب جدا؟ بيان سير، شوف اللقب تاع 2019 نظن بعد واش صرا سيرتو وين تسمع انتقادات كبيرة، وين قال لك مازالت لا كورس، سي فري مازالت لا كورس، مي حنا كنا برومي، مي معليش حنا كما نقولوا انا ما نكذبش عليك، انا التيت لي جاني جور صح كما نقولوا هكا تحس بها جيك حلو جور كما يقولوا هكذا صح، سيرتو هاد التيتر تاع لاني باسي وين اكدنا باللي هاد الفريق رجع عاود رجع وين كنا قلت لك لاتين بكاس افريقيا، وين عاود رجع ودينا البطوله وين كانت حاجه مليحه بزاف سواء لينا كلاعبين ولا كالانصار، رضينا لهم الاعتبار تاع الشامبيونات تاع 2019 وين كملت حتى الاخر جوان، اللي ما حنا كي نهار سمعنا باللي بالك حزي توقف والله ما واحد من الناس ما حبيناش الشور توقف، قلت ان شاء الله تكمل حتى الدرني جورني، وكما كان الحال كملت الدرني جورني وين حققنا اللقب والحمد لله. مبروك على شباب الوزداد، ولا احد يمكنه ان يشكك بقدره شباب الوزداد على افتكاك الالقاب، وبالدليل اللقب الذي حققه الفريق في الموسم الماضي واللاعبين الذين يزخر بهم هذا النادي. ربما في ختام هذا العدد نعود إلى الرقم الذي حققه إسلام سليماني مهاجم المنتخب الوطني ومهاجم السابق لشباب الوزداد، 37 هدف مع المنتخب، حطم رقم عبد الحفيظ تصفاوت كمال بوزار. ربما إسلام سليماني يبرهن أن بالعزيمة والعمل ممكن أن تحقق المعجزات. بالفعل ما يفعله إسلام سليماني كل مرة يقوم بتحطيم الأرقام ربما صار مثال يقتدى به، وربما يعني سيرته الكروية أو مسيرته الكروية يجب أن تكتب بأحرف من ذهب، ويجب أن تكون مثال يقتدى به لكل لاعب جزائري ينشط في البطولة الوطنية، لأنه لاعب يعني يملك إرادة وإصرار وعزيمة، وحتى عندما طالته الانتقادات واصل المسيرة ولعب في أقوى وأعتى البطولات الأوروبية وسجل على أعتى الخصوم وحطم الرقم القياسي التاريخي لعبد الحفيظ تصفاوت، وهو مشكور على ذلك، وبين قوسين هو يقوم بإعداد ربما كتاب لمسيرته الكروية يتكلم فيها بالتفصيل على أبرز المحطات الكروية التي قام بها خلال المسيرة الكروية. سفيان بوشار، إسلام سليماني مثال للاعب الجزائري الطموح والذي وصل في النهاية لتحطيم رقم قياسي، يعني 37 هدف، ما شاء الله إسلام سليماني كتب اسمه بأحرف من ذهب. تعقيب فقط عن إسلام. بون إن شاء الله يكمل ما خير، إن شاء الله يزيد ماركي ليبي، إن شاء الله نمشي ثاني. نظن هو مثال أعلى لسيرتو اللاعبين المحليين، وين هو هدر ديكلاراسيون قال لهم جور كلش العبد يأمن بروحه باللي يقدر تجيك شانس وين تقدر توصل وراك حاب، وكما كان هو سي فري ومالغري كما قال كمال
كاين بزاف اللي ينتقدوه وقالوا بزاف عليه بعض الفئه اللي ينتقدوه، مي الحمد لله توجور هو ما جامي سمع بهاد العفايز، توجور يخدم ويماركي وذكر هو البيتر الاول في الاستوار في الاستوار الجزائريان في ليكيب ناسيونال. نظن حاجه كبيره سؤال كلاعب سابق لهنا شباب الوزداد ولا كليه هو شخصيا معنا، صافي بليزير. نظن هذا اللاعب حيكون مثال اللاعبين المحليين الجزائريين. في نهايه العدد سفيان بوشار، كلمه ربما للانصار، كلمه اخيره نختم بها البرنامج. بون كلمه الانصار كما ديما نقولوا علم ان شاء الله يكونوا معنا ويكونوا مع الفريق، توجور هما الاولين اللي يحميوا هذه ليكيب قبل ما نحميوها حنا، يكونوا هما الاولين اللي يحميوا وما يخليوش بعض الاطراف تدخل في جر الدخل في امورات اللي خاطئه اللي يضروا الفريق. ضرهم الاولين اللي يحميوا الفريق، حنا ثاني لاعبين حنا الاولين ثاني اللي نحميوا الفريق ما نخليوش بس الفريق هذا جر والله ماشي صح في الجروب، كي تعود عندك جروب مليح جر عائله واحده تنجح صح في لافورس تاع الجروب، كي تعود عندك جروب مليح تنجح وتمشي لقدام توجور، ما يكونوش كي يعود ما عندكش جروب ما تقدر دير والو، حتى يكونوا عندك 20 جوار فهمني جورين نطقوا البالون ما دير والو، بصح كي يعود عندك جروب مالي قريب بالك يكونوا ما نكونوش بلي فور باغ اكزومبل على الاهلي ولا على فهمني نكونوا صح المجموعه يروح المجموعه كي تعود كامل كيف كيف وعندنا تخمام واحد ونكاج واحد، نظن الفريق راه يمشي بعيد وان شاء الله بالتدعيمات تاع الناس كل سواء اداره ولا انصار حيحقق الفريق ان شاء الله في نهايه الموسم على الاقل لقب او لقبين. شكرا لك. كلمه اخيره كمال بوزار في نهايه هذا العدد. شكرا لك نازم على الدعوه وشرف كبير لي اني مريت معكم مع لاعب صخر دفاع شباب الوداد سفيان بوشار، وبالتوفيق لشباب الوداد في قادم الاستحقاقات. شكرا لك كمال. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا واياكم الى ختام هذا العدد من بيزا تايم، نلقاكم في اعداد مقبله بحول الله، في امان الله.